علي قصي رحيم، شاب من محافظة البصرة، صار عنده فتح حالة مرضية وتطلب تدخل يعني من أعلى الجهات لغرض إرسال العلاج خارج القطر أو عرضه على أفضل الأطباء الموجودين في القطر. يعني خلي نقدم له باب المساعدة أخوان، وتقدرون تشاركون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يصل صوته لأعلى المستويات. يستاهل هذا الشاب، لأنه خلينا نعتبر حالنا حالة وهو أخ من عندنا وبينا. تحياتي لكم، وهاي المناشدة بصوت علي قصي رحيم، وأدبيكم ما راح تقصرون إن شاء الله وأنتم أهل الخير. السلام عليكم، أنا شاب معوق. أنا شاب معوق أطلب من الناس المساعدة الخيرة. أيدي مرض بيكيس بالدماغ، أيدي ورجلي اليسرى هاي، وراد يعني عملية، يعني ما عندي يعني حتى راتب رعاية ما عندي، ووضعيتي تعبانة وقاعد بيجار. أنا محتاج مساعدة من هاي الناس الخيرة، ما أبي كيس بالدماغ، ما يقبل واحد أي واحد أقول له شغلني، ما حد يقبل يشغلني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهاي الأشعة والتقارير الطبية الخاصة بالشاب علي. إذا تحبون تتواصلون وياه بشكل مباشر راح أترك تليفونه بالتعليق المثبت بصندوق الوصف، وأدري بكم ما راح تقصرون وأنتم أهل الخير إن شاء الله.